20 من أيضا شهر 8 لسنة 2013 مقابل جامعة قطر، ودامت إن شاء الله ديارنا ودياركم عامرة بالأفراح والمسرات. انطلق على بركة الله رابع أشواط القعدان. في هذه اللحظات ينطلق ويفتتح الإذاعة الريان للسيد علي بن راشد بن شابل المري مع الريان على المركز الأول. المركز الثاني مسموح لسيد محمد بن علي بن جذنة المري، وثالث المراكز شعار القريصي على ما أظن الشقب، ولا هذا شعار علي بن بخيت بن عويضة المري ومشوش، ولا الأسد أو شاهين سالم بن هادي بن لفجح يتسلل ويتجاوز إلى ثاني المراكز. المركز الثالث هذا الوصول الخطير من قبل الزعيم حمد بن محمد الصعاق المري، وخامس المراكز شاهين راشد بن سعيد الرميثي يصل مع خامس المراكز. إذن هذه الخمسة المراكز الأولى أذعناها على مسامعكم، و1200 متر فقط تفصل هذه المشاركات القعدان المشاركة في هذا الشوط عن معرفة تفصلنا عن معرفة الفائز بالمركز الأول. باللفجح سالم بن هادي باللفجح مع شاهين ومع المركز الأول، ويا كثر الشواهين في هذا اليوم. شاهين مع المقدمة، سالم بن هادي باللفجح المري، المركز الثاني اسم جديد مفتي محمد بن كردي المنخس مع المفتي على المركز الثاني، يأتي أيضا بفتواه بفتوى محمد بن كردي المنخس، ولا هذا نعم محمد بن كردي المنخس على المركز الثاني ومع المفتي، وثالثا شاهين للسيد راشد بن سعيد الرميثي، ووصول يا سلام هذا القاضي حمد بن سعيد بن مهيرة، ويبدو أنه من سلالة القاضي يا راعي القاضي، هذا هو القاضي مع المركز الثاني، ووصول أيضا من شعار علي بن سند المهندي مع الناوي. الناوي مثل ما يقول خالد بن محمد الكواري عيال الناوي فوق الهقاوي، هذا هو ناوي على المركز الثالث، ناوي له علانية يا راعي الناوي، ناوي لك علانية. المركز الثالث بمهيرة مع القاضي، ولكن علي بن راشد بن شابل يصل مع المركز الثالث بانطلاق الريان علي بن راشد بن شابل، ولكن الناوي وباللفجح باللفجح مع شاهين، شاهين والناوي علي بن عبد الله بن سند المهندي يتسلل وينتقل إلى المركز الأول. علي بن عبد الله بن سند المهندي إذن مع المركز الأول ومع انطلاقة الناوي. نهني إذن مالكه مالك الناوي علي بن عبد الله بن سند المهندي على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني بن شابل مع ستة الريان علي بن راشد بن شابل، وثالث المراكز كان مع شاهين لسيد سالم بن هادي بن لفجح. وتوقيت والتوقيت الزمني 3 دقائق و3 ثواني و78 جزء من الثانية. تهانينا